بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده ندردش شويه كده حوالين وحده الشفط او المكن بتاع الصنفره، مكن الصنفره اللي بنشتغل بيه اللي هو ده. وهنا دي الوحده اللي هي الهركليز، دي وحده شفط، يعني حاجه كده زي المكنسه اللي في البيت، وفي منها اشكال واحجام، وفي منها اللي هي بتكون صغيره كده اصغر من البوكس ده، وفي منها احجام اكبر، وفي حاجه بيها دراعين وكلام من ده. طيب ده ادي البوكس ده اهو، وهنا في خرطوم بيشفط، شايفين العين دي والعين دي، في كل عين راكب فيها مكنه، دي راكب فيها مكنه اهي، ودي راكب فيها مكنه اهي. باول ما ده المكنه فيها حساس، اول ما بتدوس المكنه دي، اول ما ضغط الهواء يعني بتدوس بيشتغل، في حساس بيشتغل بيبدا يشغل الشفط. الشفط بيشتغل هنا وهنا، والدراع ده نازل منه مكانتين برضو، الدراع ده بيتحرك يمين وشمال ومقص اهو، بيبدا يشفط برضو من هنا وهنا. والشفط اول ما بيشتغل، شايفين الخرطوم الابيض ده ماسوره بيضة كده، ده بيطلع الفايز على بره. ليه الخرطوم ده ماشي كده كده نازل هنا، هو بيشفط اول ما بيشتغل، الاربع مكنات دول بيشفط. طبعا كل مكنه مستقله بنفسها، يعني لو شلت الخرطوم ده هتلاقي ده واحد اتنين تلاتة بس اللي بيشفطوا، طب لو شلنا الاتنين اللي هنا هتلاقي الشفط واحد بس، هتلاقي الشفط اقوى. فبيبدا الشفط، البودره بتخش جوه الصندوق ده، جوه الصندوق في فلتر، الفلتر بيعدي الهواء بدون البودره، بيبدا الهواء يخرج على الماسوره دي يطلع بره، وجوه الصندوق بيكون فيه بودره كل فتره كده، كل ما بتتملي بيكون في هنا ازازه بنشوف منها كميه البودره اللي جوه الخزان ده، وناخد الصندوق نفضيه وننفذ الفلتر بتاع الهواء ونبدا نعبي تاني. ادي فكره زي فكره المكنسه الكهربائيه كده، ولكن على حاجه ضغط اعلى بقى عشان الاربع مكنات يشتغلوا مع بعض والعربيات تتصنفر وما يكونش فيه تراب او بودره او كده. طب ينفع نشتغل بالمكن بدون شفط؟ يعني ممكن، بس هتلاقي ايه صوت المكنه بقى عالي، لان بردك الخرطوم ده لما بيركب بيكتم الصوت بتاع المكنه شويه، وهتلاقي في عفره طبعا بتحصل، انما دول ما بيخليش في عفره. استنى، بصوا المكنه متوصله بالخرطوم، يبدا واحد هوا، ده خرطوم هواء اللي بيشغل المكنه، وده الشفط، يبدا البودره تدخل من الفتحات دي وبعد كده تروح على الصندوق اللي احنا شفناه. ودي طبعا سرعات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.